حضرت. والله بص على حضرتك، هي كانت ظروف ظروف قهريه راسنا. احنا المفروض الاول كان في كتابه مكتوبه لشخصيه كاركتر مختلف تماما، والماكير المفروض كان هيجي من فرنسا. لفينا عليه بلاد العالم يعني شويه، كنا هنعوز عليه عشان نجيبه يعني. شغال في افلام كتير جدا ما شاء الله. فطبعا اتفاجئنا بالحكايه دي قبل يعني الشروع في العمل باسبوع 10 ايام. فطبعا كان لازم نتصرف في كاركتر حبات، الناس حبات. وفي نفس الوقت انا كان في مسلسل بوحه كان هيتعمل اختلاف بيه كده كده هعمله، وكان هيبقى في رمضان. فالاستاذ صادق قال لي احنا مفيش قدامنا احمد ان انت تركب بوحه وتسوق. قلت له خلاص انا مات ونطلع يعني، تبقى الدنيا جميله يعني. فبدات ايه اعمل ورق تاني واشوف الحكايه عامله ازاي، انا واستاذ والمخرج، وكان اجتماعات متسابقه عند الاستاذ صادق في مكتبه. وطبعا الدنيا مقلوبه لانه مفيش، فكرنا بكاركتر بوحه ناس عارفاه حباه. وفي نفس الوقت احنا مش عاملين عمل درامي قوي يستحق ان يكون فيه، لا الناس احنا عايزين نوصل نشرات مليانه اخبار وعشاء، الشوارع مليانه حوادث، في برضه في حاجات بنشوفها مش عارف اخبار الشرق هنا، الحمد لله الدنيا هذه هنا كويسه. بس ايه بره في اكيد بنشوف دول ثانيه فيها ناس كتير بتتاثر بالحاجات اللي هي بنشوفها على شاشات التلفزيون وكده. فاحنا عايزين نخرجهم شويه، في اللي بيقدم دراما، في اللي بيقدم تراجيدي، في تعالى احنا نلعب شويه ضحك كده، مش كل واحد هيبقى هو كل حاجه يعني. انا عليا دور وغير عليا دور يعني، كل شخص بيقوم بحاجه. فهي دي كانت اختيارنا في شخصيه بوحه، انها شخصيه خفيفه على الناس. واحنا مش عاملين برنامج كرسي وحضرتك واهلا وسهلا بيك في برنامج كذا، لا بالعكس احنا بنناقش الحكايه بشكل اعمق شويه، انه اللي بنعمل حته السم في العسل او اللي هو مدرسه الساركازم. حضرت أقوى موقع فني في مصر.